معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل موفد أخبار الآن حسام الأحبابي. مرحبا بك حسام، كل عام وأنت بخير. ما الجديد لديك؟ هل بالفعل تم تحرير تل عفر والقضاء بشكل كامل على جيوب تنظيم داعش، أم أن العمليات مستمرة كما وردتنا الأنباء على أطراف القضاء؟ نعم، شكرا لك زميلي أحمد. بالفعل يعني ما بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي تحرير مدينة تل عفر والمناطق المجاورة لها وعادت فعلا محافظة النينوى إلى حضن العراق ما بتحريرها من احتلال داعش، لكن السيد رئيس الوزراء العراقي وغالبا القادة العراقيون سواء كانوا السياسيون والعسكريون يتحدثون عن تحرير المدن بالمفهوم العسكري. طبعا كلما تم تحرير أو الوصول إلى مركز المدن بالفعل يكون هنالك تحرير وإعلان نصر على داعش الإرهابي في هذه المناطق. العياضية فقط هي التي كانت يعني التي هرب إليها مقاتلو تنظيم داعش من منطقة تل عفر، هذه المنطقة منطقة العياضية القريبة من الحدود السورية أو على الطريق الرئيسي الواصل إلى منطقة ربيعة ومنطقة العربية السورية. هذه المنطقة طبعا ما زالت هنالك بالفعل يعني تقريبا أكثر من 90% من ناحية العياضية تم تحريرها، ويعني بالأنباء والمعلومات الواردة قبل قليل وصلتنا أنها تم تحريرها بالكامل وما بقي فقط هم مقاتلون يتحصنون ويتخفون ما بين المنازل. بالمعلومات التي كانت ترد إلينا من القادة العسكريين العراقيين كانوا يتحدثون عن شراسة هذه المعركة، معركة ناحية العياضية التي لا تقل شراسة عن المعارك التي دارت في محور قوات الرد السريع العراقية في الشمال الغربي من منطقة تل عفر. هنا دعني أسألك حسام، من وفقا لمصادرك العسكرية والتي أطلعتك على بعض المعلومات في معركة تل عفر والقضاء على جيوب تنظيم داعش، هل تمكن بعض أفراد التنظيم أو نسبة منهم من الهرب، أم كما قالت بعض المصادر أنه لم يسمحوا لهم بالهرب، إنما كان الحسم هو حسم يعني قضاء قتل على كل من يواجهونه في تلك المناطق من قبل القوات العراقية أتحدث؟ نعم زميلي أحمد، يعني بالفعل يعني منطقة تل عفر هي منطقة أو المناطق المحيطة في بمدينة تل عفر هي مناطق صحراوية وتمتد مع أيضا سلسلة جبال شيخ إبراهيم، وأيضا من الشرق من غربها تمتد أيضا مناطق صحراوية. هذه المناطق يعني تمتد إلى ناحية العياضية. بعض هؤلاء المقاتلين وفق المصادر التي تحدثت إلينا، بعض هؤلاء المقاتلين التابعين لتنظيم داعش انتقلوا إلى ناحية العياضية بعد أن شعروا بالفعل بأن مدينة تل عفر تحررت بالكامل، وقبل أن تصل القوات العراقية لمدينة تل عفر انتقلوا إلى ناحية العياضية ليقيموا مصدات دفاعية بوجه القوات العراقية المشتركة المتقدمة إلى هذه الناحية. شراسة المعارك مثل ما قلت في هذه المنطقة كانت تتطلب بعض التعزيزات العسكرية من لتعزز الخطوط الهجومية لقوات الفرقة 16 التابعة للجيش العراقي التي كانت مكلفة في باقتحام ناحية العياضية. لا شك أن ناحية العياضية لشراسة المعارك التي كانت هنا كانت بعض التلال في هذه المنطقة، يعني الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة صعبت نوعا ما على الجيش العراقي للتقدم أكثر، ولذلك كان التقدم بطيئا نوعا ما، لكن كان حاسما بالفعل وتم القضاء على الكثير من مقاتلي. أريد أن أسألك سؤال أخير باختصار لو سمحت. بالتأكيد سمعت عن موضوع صفقة حزب الله اللبناني مع تنظيم داعش ونقل أفراده إلى البو كمال في دير الزور، وهي القريبة بكل الأحوال من الحدود العراقية من الأراضي العراقية. هل هناك يعني ما هي المواقف العراقية اليوم؟ هل من توجزات، هل من مخاوف بدخول هؤلاء إلى العراق من جديد؟ باختصار لو سمحت.
يعني بالحديث إلى بعض القادة والمسؤولين الحكوميين وحتى القادة العسكريين تحدثوا عن محاولة بعض المقاتلين الأجانب والمقاتلين المحليين الذين كانوا يتحصنون من منزل إلى آخر في ناحية العياضية، حاولوا استغلال هذا الاتفاق، اتفاق عرسال، ليكونوا جزءا من هذا الاتفاق وأيضا الدخول في التفاوض مع القوات العراقية وحتى قوات البيشمركة، لكنهم فشلوا بالفعل لك بسبب عدم وجود خيار لديهم أمامهم، لأنهم فقدوا فعلا الخيارات أمامهم، الخيارات الآمنة، أتحدث عن الخيارات الآمنة، فقدوها، فكان الاستسلام أو الموت. لا أعتقد أنهم نجحوا، وبالفعل لم ينجحوا في الدخول كطرف في مثل هذه الاتفاقات، وتمكنت القوات العراقية المشتركة من القضاء على فلولهم، والآن تجري عمليات تطهير بالفعل لهذه الناحية، حيث كان يتحصن مقاتلو داعش بواقع 3 إلى 5 مقاتلين في كل منزل من منازل ناحية العياضية، وهي الآن بالفعل منطقة محررة بالكامل، وفشل بالفعل المقاتلون الأجانب والمحليون الذين كانوا يتحصنون في هذه الناحية في محاولة الدخول واستغلال اتفاق عرسال الذي جرى ما بين حزب الله وتنظيم داعش. شكرا جزيلا لك حسام الأحبابي، موفدنا إلى أربيل، متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من هناك.